مما لا شك فيه أن الإعلام الإعلام المعادي للشعوب، المعادي للأوطان، المعادي للحرية، المعادي للعدالة بكل معانيها، كان مع الطغاة وكان مع دولة مبارك. وهذا عن الإعلام المصري، وبطبيعة الحال كان يدعمه إعلام خليجي وبعض الإعلام الغربي وليس كله، كان يدعمون كلهم الخروج على الانتخابات وعلى الشرعية المصرية الحقيقية التي أثبتها الشعب في 5 انتخابات متتالية في ظرف أقل من سنتين. كان الإعلام، لأن أصحاب الإعلام وأصحاب القنوات وكبار الفنانين أو ما يسمى بالفنانين وكبار القوم كانوا مستفيدين من وضع الطبقية القائم في مصر ويريدون له أن يستمر ويستديم. ولذلك أنت لا تكاد تجد ممثل من أو فنان أو أحد كبار الأغنياء أو أحد كبار المشاهير وقف مع الثورة إلا خداعا عندما انتصرت، أو مع الانتفاضة المصرية إلا خداعا عندما انتصرت. وعندما رأوا من أنها ممكن أن تعود من جديد حكم الطغيان، وقد ناصروا السيسي وعسكره. السيسي صنيعة،